اليوم احنا بمسار غابة برقش، مغارة برقش عين زوبيا. بدنا نمشي بهذا المسار الجميل اللي عابق بالسحر، مسار من أجمل المسارات الموجودة بالأردن حيث الطبيعة البكر. طبعا معانا اليوم صديقنا شاهر مقدادي، اهلا وسهلا. ومعانا صديقنا منذر بني بكر من المشجعين لهواية الطبيعة. الله يمسيك بانوار النبي. احنا الان بدنا ننزل نكتشف هاي الغابة الجميلة. شوف الدنيا كأنها ليلة يا ابو جواد. عتمة، بعدين ما شاء الله في كثافة بالاشجار. طبعا هون يا اخوان في حيوانات، منهن مثلا الضبع المخطط السوري والذئب السوري والوشق وغرير العسل. يعني وين كنتوا شفتوا هاي الغابة يعني ساكن على السطح لكنها تعج بالحياة، إضافة إلى أنها موجود فيها ابن آوى والثعلب الأحمر. الثعلب الأحمر بكثرة. نعم، والخنزير البري والوشق. طبعا فيها هون وشق. هاي الغابة من أجمل الغابات، وهذا المسار اللي احنا ماشينه من أجمل المسارات الموجودة في الأردن. فهي دعوة لعشاق الطبيعة انه يجوا يمشوا بهذا المسار حتى بالصيف. الآن احنا اليوم بثاني 23 من حزيران يونيو، ومع ذلك الجو ممتاز، درجة الحرارة لا تتعدى 21 درجة مئوية. فهي الدعوة انكم تشاركونا بمسارات المشي في غابة برقش او برقش في لواء الكورة بمحافظة اربد.